نرحب الآن بالمتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا السيد عدنان أبو حسنة. أهلا بك معنا سيد عدنان. إذا عشرات آلاف النازحين في قطاع غزة في 64 مدرسة من مدارسها، كم يقدر حجم الاحتجاجات الحالية للأونروا في ظل هذه المحنة وكيف يبدو الحال أيضا؟ الأوضاع في قطاع غزة هي أوضاع صعبة للغاية. نتحدث عن حوالي 74 ألف نازح إلى مدارس الأونروا في 64 مدرسة. الاحتياجات ضخمة، هؤلاء الناس تركوا كل شيء ورائهم، ولذلك المطلوب هو الكثير من الجهد، الكثير من المال للاستجابة للاحتياجات، وخاصة بأن هذه الأرقام مرشحة للزيادة في ظل القصف المتزايد، وذلك خلال الساعات القادمة. يعني أعتقد بأن الأعداد ستكبر أكثر من ذلك بكثير. طيب، ما مدى جاهزية الملاجئ المخصصة للطوارئ والمدارس التي يلجأ إليها النازحون في القطاع؟ يعني نحن لدينا حوالي 56 مدرسة كملاجئ مجهزة، ولكن بقية المدارس غير مجهزة هي أصلا للتدريس، لذلك القدرة الاستيعابية هي بسيطة. يعني من الممكن أن يذهبوا إلى مدارس أخرى، ولكن ستكون أقل جودة ولا يوجد بها الخدمات الموجودة بالمدارس المجهزة أصلا، من ناحية المياه والكهرباء ووجود حمامات أكثر ومياه نظيفة وما إلى ذلك. هل من مدارس ومنشآت تابعة للأونروا تعرضت للقصف اليوم؟ وكم يبلغ عددها أيضا؟ هناك 14 منشأة للأونروا تعرضت لإصابات، ولكن كان هناك إصابة مباشرة لمدرسة بها حوالي 225 نازح، ويعني فقط الحظ لعب في عدم إصابة هؤلاء النازحين في تلك المدرسة. كيف تعاملتم مع الأحداث عندما وقعت؟ قمنا بترحيل هؤلاء إلى مدارس أخرى في تلك المدرسة، ولكن كان ممكن أن تكون هناك كارثة لولا لطف الله. يعني الجانب الإسرائيلي يعني يستهدف منشآت مدنية، مباني مدنية، عمارات، ويضرب بعشوائية ولا يخطر أصحاب المباني والمنشآت بضربه قبل وقت، لكن لأن هذه المدارس تحديدا تتبع للأونروا، ألا يعلم الاحتلال أماكن هذه المنشآت التي تتبع للأونروا، بالتالي إلى أي مدى هو يتقصد ضربها؟ لا، يعني نحن لا نقول الآن أن هناك تقصد في ضرب هذه المدارس. معظم هذه المدارس أصيبت بأضرار جانبية، ولكن هل يعلم الاحتلال أماكن هذه المنشآت التابعة للأونروا؟ نعم يعلم، وهناك أعلام الأمم المتحدة. المدارس أصيبت بأضرار جانبية، ولكن هناك كانت إصابة لمدرسة بها نازحون 225 نازح، ولكن لم تحدث إصابات. ولكن يمكن أن يكون ضرب منشآت تابعة للأونروا في وقت يعلم الاحتلال مواقعها أن يكون متقصدا؟ نأمل أن لا يحدث ذلك. حدث ذلك في الحروب السابقة، أنه قتل أشخاص في داخل المدارس، ولكن نأمل أن لا يحدث ذلك. نحن على اتصال مع الجانب الإسرائيلي وإخباره، وأخبرناه أولا بأول عما يحدث في داخل هذه المدارس، تحتوي أناس أبرياء. نأمل أن لا يحدث ذلك، أن لا تكون أخطاء على الإطلاق، أن لا يتم استهدافها. طيب، ماذا عن حجم المعونات الغذائية المقدمة في مراكز التوزيع التابعة للأونروا وأيضا تحركات؟ سنبدأ خلال غدا تقريبا في عملية التوزيع الغذاء والمياه النظيفة وأدوات التعقيم والنظافة وما إلى ذلك. هل هنالك حرية بالنسبة لكوادركم في عمليات التوزيع في ظل هذا القصف المستمر من قبل الاحتلال؟ لا نتحدث عن توزيع الآن، يعني لا يوجد عمليات توزيع. توزيع المواد الغذائية توقف ويعني بسبب الأوضاع الأمنية الخطيرة. نحن نتحدث عن مراكز النزوح، ستبدأ هذه العملية وأطقم الأونروا متواجدة هناك. أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا من غزة المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا عدنان أبو حسنة.